soon. Inshallah, if there is time left, inshallah, then we will receive questions, inshallah. If there is no time left, please listen carefully. We do not like anybody to interrupt the Sheikh, inshallah. The Sheikh will take his time. If there is time left at the end, we can receive questions. But please do not interrupt the Sheikh and let, inshallah, the Sheikh, inshallah, take his time to get benefit from his knowledge, inshallah. Jazakumullah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد للإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال. حمدا لمن أرسل خير مرسل لخير أمة بخير الملل. الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأغنى وأقنى ووعد فوفى وأوعد فعفى فله الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فالالتجاء لواحد أحد فلا ملك يلاذ به ولا من أرسلا. ما لي سوى رب السماوات العلى فهو المرجى في الشدائد والبلا وهو المؤمل إذ يعم الابتلا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبي صدق هدت أنوار شرعته للهدى بعد العمى من كان عنيتا. أحيا به الله قوما قام سعدهم فما أمات به قوما طواغيتا. وأصبحت سبل المودة للمسلمين وسبل الدين الحنيف أوامر بعد أن كانت أماريتا. جزاه الله عنا كل خير ولاقته المسرة والسرور، وأسكننا الله به فسيح الجنان تحية يوم نلقى بعضنا السلام. يا أيها الراجون خير شفاعة من محمد صلوا عليه وسلموا. صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب أو تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم هم. عليكم يا من جدتم بأوقاتكم اليوم السلام، وأتحفكم برحمته السلام.
وبوأكم مساكن طيبات تحية أهلها فيها السلام. سلام من أخ لكم يدعى عكاشة بن عبد الله من غانا لا من كونغو. من أخ فخور بكم شفيق عليكم يغدو أن يكون نصحه لكم هدى وشانئكم لكم فدا. يا أهل كاليفورنيا عموما ويا أهل سان دييغو خصوصا ما ضاءت بغيركم الليالي ولا تمت بغيركم الأمور تميد بحسن لقياكم صدور وتفتر المباسم والثغور ويشتاق الفؤاد إلى لقاكم فتغشاه المسرة والحبور وليس يقاس حبكم بشيء وهل وشل تقاس به البحور. خطبتم حسان العلا فتية وصغتم لها الغالي المدخر فهل من يبلغ عنا الأصول بأن عمار مسجد الرباط اقتدت بالسير محى ظلمة اليأس صبح الرجا بكم يا مسلمي سان دييغو المنتظر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى جل ذكره وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ويقول تقدست أسماؤه وصفاته وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. ويقول جل ذكره وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ويقول جل ذكره وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Before the explanation will come in English, we take just a cup of water. بعد إذن الشيخ. لا بعد إذنكم نشرب الكوباية مية دي يعني. وبعد إذن المؤذن برضه. إن شاء الله. وبعد إذن الجميع. بارك الله فيكم. Four آيات were recited. The first in chapter 15, verse 85. In Surah Al-Hijr, the second in chapter 21, verse 16 and 17, in Surah Al-Anbiya, third in chapter 36, verse 28 and 29, in Surah Al-Sad, fourth in Surah Al-Dukhan, chapter 44, verse 37 and 38. Our lecture will be brought down to these four verses tonight. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. We did not create heavens and earth and whatsoever in between save with the truth, with al-haq. And Almighty Allah, the omnipotent creator said, وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ. Get to know that if you will play with the reason that we have created the heavens and earth and whatsoever in between, then verily the hour is near and very closer to come. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ. And we did not create heavens and earth for Muslims and our bondmen in general to play. And he said, we did not create heaven and earth because of falsehood.
Because this is the belief of the disbelievers. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. We did not create heaven